تفضل ومتع عينك. يتميزون بتتبيلة الدياي وطعم الدياي اللي كنا زبدة. تعالوا معاي خلينا نشوف القصة من البداية. مطعم شواية علي بابا. شم ريحة الدياي. اللي قبالكم اسمها صينية الجمعة. غير دياي الشواية وعيش البخاري، تي مع المشاريب وتي مع المرق وتي مع المعابيج اللي أصلا من شغلهم. تكفي بين 3 إلى 4 أشخاص. الحين نقول بسم الله ونجرب. تكفه تكفه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بجرب أول شيء بدون المعابيش واللوية، بجرب العيش بروحه مع الدياي. والله يا جماعة بدون إضافة ولا شيء الطعم جدا لذيذ. والحين نجرب مع خلطة المعبوش. حين مع السحاوق. البهارات يا جماعة متميزين جدا بالبهارات. شوف يترسول لك الدياي بهارات، فل بهارات، فالطعم يكون جدا مميز والتتبيلة والبهارات صح. اللي قاعد تشوفونه قبالكم دياي فرش من دياي اليوم، يعني كل يوم بيومة يسوون الدياية وتنشوي على الشواية وتيكم على السفرة. عندهم فرع بالجهرة، وطبعا السيرفيس هذا كله إيه مع صينية اليمعة، مع المشاريب، مع المعابيج، مع المرق، وطبعا مع ألذ دياي شواية ومع عيش البخاري. شواية علي بابا أوقات عملهم من 12 الظهر ل 12 بالليل. عندهم فرع بالجهرة ويوصلون كل مناطق الكويت. أهم شيء يميزهم أن الدياي المستخدم هو دياي اليوم، يعني طازج فرش لذيذ، ونكهة البهارات وتتبيلة الدياي وايد مميزة، والدياي ترفع، يعني راح تاكل شيء لذيذ وبنكهة مميزة وبهارات وبتتبيلة جدا لذيذة. والحلو انك تريح راسك لما تطلب هالطلب، لان المشاريب معاها والمعابيج معاها والمرق معاها، والمعابيج شغلهم اهما، يعني شيء اوريجينال. شواية علي بابا، غداكم اليوم او عشاكم، طلبوها واستمتعوا بالطعم واللذة وبس والله.